أدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد ديدي دي, دي, دي مدرب المنتخب حتى عام 2026 فقد انتهى عقده السابق بنهاية مونديال قطر 2022 كثيرون توقعوا تعيين زين الدين زيدان لتدريب المنتخب الفرنسي خلفا لديشان خاصة أن زيدان لمح سابقا أنه سيعود للتدريب قريبا لكن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت قال إنه لم يفكر في فسخ العقد مع ديدي ديشان لكن حين سئل عن زين الدين زيدان في مقابلة مع راديو مونتي كارلو الفرنسي هذا ما قاله C'est qu ce qu'il veut, ça me pas. l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de. de n'a pas tenté de vous joindre là, ces jours, non, Zidane, non ah, pas. Je l'aurais même pas pris au téléphone. لن ترد على زيدان يا انا اذكرك بما انك فرنسي تعرف قوس النصر في باريس شهير جدا رمز انتصارات الجيوش الفرنسيه كل طرق باريس تصب هنا في قوس النصر على قوس النصر كتب هنا بالفرنسي ميرسي زيزو ميرسي بالفرنسي لزيزو يعني شكرا يا زين الدين زيدان زيدان هو الذي منح لفرنسا اول كاس عالم في تاريخها هذا كان في عام 98 لعب مع فرنسا 108 مباريات احتفل الفرنسيون باللقب اعتبروا زيدان بطلا قوميا فهو سجل هدفين في المباراة النهائية ومنحهم كأس العالم فوضعوا صورته أيضا على قوس النصر واسمه وأنت لا تريد أن ترد على هاتفه إذا اتصل بي لن أرد اللاعب كيليان بابي لاعب فرنسا دفع عن زيدان وكتب على تويتر يقول زيدان هو فرنسا لا يجوز تقليل الاحترام لأسطورة بهذا الشكل وايضا ردت وزيره الرياضه الفرنسيه اميلي اوديا كاستيرا تقول مجددا تصريحات خارج السياق هذه المره فيها عدم احترام مخزن صدمنا جميعا تجاه اسطوره في كره القدم وفي الرياضه قامت الدنيا ولم تقعد على مواقع التواصل ساستعرض قيام الدنيا على تويتر لناتي الى عم مدريد الاسباني اصبح زيدان أول مدرب يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. فاز بثمانية ألقاب أخرى أكثر من مرة مع كأس هي كأس العالم للأندية مرتين كأس السوبر الأوروبي مرتين، الليغا مرتين والسوبر الإسباني. فأصدر النادي ريال مدريد بيانا يقول: تظهر تلك الكلمات او تظهر قله احترام لاحد اكثر الشخصيات اثاره للاعجاب بين مشجعي كره القدم حول العالم وانتظر نادينا تصحيحا فوريا لم ينتظر كثيرا آه ريال مدريد لان عاصفه الانتقادات دفعت لوغريت لاصدار بيان يقول فيه اعتذر على التصريحات التي لا تعكس اطلاقا افكاري وتقديري لزيدان كلاعب ومدرب